مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم مع زياده مفتاح فتح مصر. تعالوا نفتكر احنا امبارح عملنا عشاء الموسم بتركات وحركات شيف حسن. عملنا كشك على بطه وعلى فرخه، عملنا كشك مغروف وعملنا منها فته وحمرنا البطايه بعد ما سلقناها، وفي نفس الوقت خدنا كل مشتقات فتت الكشك وطلعنا منها فتت لحمة الرأس، وعملنا كمان طاجن لحمة بالبصل، وعملنا كمان جنبها بتنجان مخلل مع فلفل مخلل. النهاردة تعالوا مع بعض نعمل شوية حاجات تنفع للشتاء الجميل. هنعمل ايه؟ تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المنيو بتاعنا. هنعمل كنافة طرت جراتان بقرع العسل، هنعملها بالمانجا، هنعملها بالبلح، هنعملها بالقشطة، هنعملها كمان بالكراميل، هنعملها بلا واحتاري واختاري الفكرة، خد الفكرة. والحشوات دي مختلفة جدا عشان تشوف ايه اللي بيعجب ولادك، ومانجا وفانيليا وشوكولاتة وكراميل، كل الأنواع هنعملها لك. التركة مهمة جدا جدا جدا، بنجيب الطرت بتاعنا عشان نعمل فيه الطرت بالكنافة. ادي الطرت بتاعي اهو، قاعدة متحركة موجود في محلات بيع الأدوات المنزلية، قاعدة متحركة قدامك اهو. تعالى نجيب كنافة، نجيب كيس كنافة، كيسين كنافة حسب الأفراد الأسرة. التركة المهمة في الكنافة تسيبيها في المطبخ ساعة ساعتين تاخد رطوبة عشان لما تحطيها في الكبة تبقى باودر كده. تعالى ناخد الكنافة بتاعتنا ونتأكد إن هي ناشفة عشان تكون مشتاقة لإيه يا حسن؟ مشتاقة للسمنة والسكر، وطحناها في الكبة. خطواتك كده كلها قدامك أهو، واحدة واحدة، وأروح جاية مدياها كوباية سكر باودر وموزعاها عليه كده، ومدخلة السكر جوه الكنافة الناشفة دي واحدة واحدة كده مع بعض. وبعد كده هنعمل حشواتك بقى بقرع العسل، بالبلح، بالقشطة، بالمانجا، بالكراميل، بالشوكولاتة، زي ما انت عايز. خضرواتك دي كلها سهل جدا تعبي، اهم حاجة نعمل الطرت بالكنافة، وبعد كده هنعمل لها اللي انت عايزاه كله بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. تعالى كده اهو ادي لها السمنة بتاعتي السايحة، كوباية سمنة سايحة أسقسقها عليه كده اهو، خطواتك كده كلها، وأدخلهم كلهم مع بعض. هتأكد إن السمنة دي دخلت في كل حتة كده، دخليها كده في كل حتة واحدة واحدة، عشان قلنا إحنا سايبين الكنافة بره عشان تكون عطشانة تاخد رطوبة وتبقى ناشفة، تبقى عطشانة للسمنة عشان لما تخش الفرن تديك الكريسبي بعد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح. هطلعها وأديها بقى إيه شوية شربات تقيل بارد، اللي هو كوبايتين سكر لكوبايه ميه. خدي بالك يعني ايه شربات تقيل، اللي هو 2 سكر لواحد ميه، اما شربات خفيف 1 سكر لواحد ميه. محتاجه كمان؟ اه محتاجه كمان. اديها شويه سمنه تاني عشان اعمل الطرت بتاعي بكل تفاصيله وحركاته وتكاته. تمام؟ ادخل بقى السمنه كمان اهو مع السكر ومع الكنافه وافرتكها كده مع بعض، وبعد كده هبدا اعمل الطرت بتاعي. هاخد الخلطه بتاعتي دي اللي انا فرمت الكنافة في الكبة بتاعتي بعد ايه يا حسن؟ بعد ما سبتها تاخد رطوبة في المطبخ لمدة ساعة ساعتين. تعال بقى اخد الخطوات دي كده قدامك اهو، واوزع الكنافة في الطرت تكون مغسولة وناشفة. خدي بالك اهو ما تكونش مدهونة، لا ناشفة عشان ما تلزقش، لما نيجي نطلعها ما تلزقش. ووزعي الخليط بتاعك ده كله زي ما انت شايف كده قدامك، وكله سمك واحد عشان ده ما يلونش وده يلون، كله يبقى سمك واحد. خدي بالك من التفاصيل. وبعد كده هنعمل لها حرف بعد ما نكبسها كويس. اجيب المكبس بتاعي نكبسها، وبعد كده ادخلها الفرن تاخد سواها، تتسوى يعني 100 100، تتسوى 100 100. خدي بالك مش 75% ولا 50%، تتسوى 100 100. تعالى بعد ما فردتها كده اجيب مكبس واضغط عليها كده عشان تتماسك مع بعضها. خدي بالك من التركه دي، نقطه مهمه، انت بتعملي طرت بالكنافه اهم حاجه تثبتيها كده مع بعض. بعد ما ثبتيها الديسك ده كده وتاكدت ان كله مسك مع بعض، اروح جايبه بقى كنافه تانية وحطاها على الحروف زي ما انت شايف كده، واحده واحده كده على الحروف. وبعد كده اظبطها بايديا، اسقسقها شويه سمنه سايحه، احطها في صاج وادخلها الفرن لمدة 20 دقيقة تاخد اللون الذهبي الفاتح، واطلعها اسقيها واسيبها تبرد على ما اعمل حشو بقى قرع العسل، اعمل القشطة، اعمل البلح، اعمل المانجا، اعمل الشوكولاتة، اعمل الكراميل، زي ما انت شايف هعمل لك حاجات كتيرة جدا جدا من الانواع دي. بعد ما ظبطت كده تعالى بقى
بايدي بصبعي بره وصبعي جوه، اظبط كده الحروف عشان اثبتهم مع بعض. ايه اللي هيثبتهم؟ السمنه والسكر مع بعض هما اللي هيثبتوه. واروح جايب المكبس واضغط كده اهو في الجناب بتاعتي، وايدي بره وايدي بره، اكبس كده اهو وايدي بره. خطواتك كده كلها قدامك اهو. تمام، ظبطنا الطرت بتاعنا. اجيب صاج، تعالى كده اهو يا حاجي، اجيب صاج عشان نبدا نسويه واحده واحده كده اهو. اجيب صاج وادخله الفرن على درجه حراره 200. قدامك اهو لمده قد ايه؟ 20 دقيقه. طب تعالى تعالى نطلع بقى المستوي بعد ما استوى. تعالى اما نطلع المستوي كده، وعندي ايه؟ زي ما انت شايف كده قدامك اهو، شربات تقيل بارد. خد بالك اهو، شربات تقيل بارد يعني ايه؟ 2 كوبايه سكر لكوبايه ميه، وسقسقها كده وهي سخنه. خد بالك اهو وما تكترش. تمام؟ واسيبها تبرد. يبقى احنا عملنا الطرت بتاع الكنافه. فاضل لي ايه يا حسن؟ فاضل لي الحشوات. هنعمل حشوات ايه يا حسن؟ تعالى كده اما نشوف. عندي حشو، اول حاجه بقرع العسل، وحشو بالبلح، وحشو كمان بالقشطه. احتاري واختاري بين الحشوات اللي انت عايزاها. يبقى اهم حاجه عملنا الطرت بتاع الكنافه بتفاصيله وحركاته وتكاته وسويناه، ونسيبه يبرد بعد ما سقسقنا فيه ايه؟ بعد ما سقسقنا فيه الشربات التقيل البارد. وبعد كده تعالى كده اما نشوف الحشو بتاعي. اعمل قرع عسل ازاي يا حسن؟ تعالى كده يا حاج. عندي قرع العسل قشرته وشلت البذر بتاعه وقطعته مكعبات، وعاير قرع العسل قد السكر. تعالى كده مع بعض، ادي قرع العسل اهو قد السكر، واروح جايه حط قرع العسل من غير ما اشغل النار، وعندي اضيف السكر عليه كده. تمام. وبعد كده يا عم حسن اشغل النار هاديه على النص، واحده واحده تنزل ميتها وتستوي. ما احطش ميه، لا، سكر وقرع عسل فقط لا غير. على نار هاديه هتنزل ميتها وتبدا تستوي في ميتها، وبعد كده اصفيها بعد ما ايه؟ اقفل عليها. تعالى ما اوريهم لك كده بعد ما استوت يا حاج ياسر. تعالى بص عليه كده، تعالى شوف عليه بعد ما استوى قدامك اهو. بص تعرفي ازاي استوى؟ تعملي له تيست كده تلاقيه ملبن تحت ايديكي. خطواتك كده كلها قدام. يبقى حطينا بس قرع العسل وحطينا سكر على نار هاديه، نزل ميته غلي، استوى، صفيته، وادي عندي كده قرع العسل. اول حاجه قرع العسل. تعالى بعد كده نعمل البلح ونعمل القشطه. عندي البلح بتاعي هحط له معلقتين زبده على النار. ادي بلح الاسود، ادي معلقتين زبده، اسويهم على النار وارفع النار بتاعتي، وهنا برضو ارفع النار بتاعتي، وهنا نار هاديه لقرع العسل. خدي بالك من ده. وانا شغال هنا كده، تعالى كده هو تعمل القشطه. حطيت كوبايتين ونص، كوبايتين ونص من اللبن على النار، كوبايتين ونص من اللبن على النار. احط له 5 حبوب مستكة. باشمهندس خالد، السلام عليكم يا حسن. بركاته يا غالي، وكل سنه وانت طيب يا عم خالد. صحه وسلامه يا حبيبي. ربنا يخليك لي يا باشمهندس خالد. الله يخليك. بص بقى يا شيفنا بقى، انا عندي سؤال وطلب وحاجه هقولها لك، ممكن؟ اتفضل يا باشمهندس. السؤال بقى يا حبيبي، حضرتك حطيت امبارح لبن رايب في الكشك. حلو قوي. حضرتك قول لنا بقى التكه اللي انا ما يقطعش معايا ازاي اثناء الطبخ. حلو قوي. اول حاجه كويس، ايه تاني؟ طب ده السؤال. حضرتك بقى الطلب بقى الكيش يا شيف، الكيش. ايوه. حضرتك عايزينك بقى ان شاء الله تعمل لنا كده حلقه للكيش الاسبوع الجاي ده. زي الفل زي الفل. انا هعمل لك الكيش، هنعمله بعجينه البطاطس، وهنعمله بالعجينه العاديه، ونعمله بالسلم، ونعمل لك كل ده. اقول لك بقى يا شيف بقى ايه؟ صباح الصباح واللي جاي احلى من اللي راح، والنفسيه معاك في السماء تتغلب على اي جراح. امبارح عملت لنا عشاء المولد، بطه بشرايح البرتقال والتفاح. تسلم ايدك ويا رب يا فتاح، يجعلك دايما في رباح وفلاح. احلى صباح يا عم خالد. ايه الجمال ده؟ حبيبي ده انت مش مهندس ومش شيف بس، ده انت شاعر كبير. انت على دماغنا من فوق يا شيف. صباح الصباح، صباح الصباح. ما تنساش بقى اللبن الرايب بقى تقول لي عليه. حاضر. بص اول حاجه بالنسبه صبركاته، عشان اللبن الرايب ما يفصلش مع الشوربه بتاع البط بتاع امبارح، لازم تسيب اللبن الرايب ياخد درجه حراره المطبخ، ياخد درجه حراره المطبخ. بعد ما ياخد درجه حراره المطبخ تضيفه على الشوربه السخنه، مش هيفصل معاك خالص. تعالى انا عملت اول حاجه الحشو بتاع بعد ما سويت الكنافه وبردتها وسقيتها،
عندي الحشو اول حاجه قرع عسل واستوى عندك اهو. عندي الحشو الثاني اللي هو البلح، حاطط له زبده واجيب له ايه؟ بلح رطب اسمر اقشره واخليه من النوى بتاعه، وبعد كده ادي له ايه؟ زبيب، ادي له اي مكسرات عندي او سوداني، التركه المهمه ادي له شويه جوزة الطيب، وبعد كده يا حسن عشان ادلع العيال في الشتاء ده مش جوزة الطيب، وبعد كده اسوي كل ده مع بعض في الزبده، ادخلهم كلهم مع بعض اسويهم في الزبده، وانا بسويهم كده ياخدوا درجه حرارتي وياخدوا الاطعمه كلها مع بعض، اروح جايه سحبه ده وجايبه القشطه عشان ابدا ايه اصب كل حاجتي. عندي هنا الكوبايتين ونص من اللبن وقرع العسل وادي البلح، احط لهم نص كوبايه من السكر، حطيت له مستكة واحط له فانيليا، خد بالك من التركه اهو، يغلي معايا خطواتك كده كلها معايا. هطعمه بايه؟ هطعمه بنص كوبايه قشطه او كريم فريش، قشطه او كريم فريش، واحده واحده كده مع بعض خطواتك كده اهو. يبقى حطينا اللبن، المستكة، السكر، الفانيليا، القشطه او الفريش كريم، ادوبهم كلهم مع بعض خطواتك كده كلها مع بعض. عشان بقى احشي القشطه ديت تقدري تحشيها تخليها قشطه، تقدري تديها فاكهه كمان قبل ما تديها كريمه جراتان. واحده واحده كده قدامك اهو التفاصيل والحركات والتكات يا حاج. يبقى عملنا البلح سويته، وفي نفس الوقت بسوي قرع العسل، وبنفس الوقت بسوي القشطه. البلح بتاعي من الحل الاخر اقلبه عشان الزبده تخش كل حته فيه، يبقى عباره عن زبده، عن بلح رطب، عن زبيب، عن مكسرات، وشويه جوزة الطيب بس كده، بس كده. وهنا عندي اللبن والسكر والمستكه والفانيليا والقشطه او الجبنه الكري او القشطه البلدي او الكريمه الطهي. تعالى بقى نربطه بقى، هو بيغلي كده هنربطه. معلقتين نشا، خد بالك اهو، معلقتين نشا، واروح جاي مدوباهم ربع كوبايه ميه ساقعه، ادوب النشا كويس قوي مع الميه الساقعه خطواتك كده كلها. وبعد كده تعالى اتاكد ان اللبن اندمج مع المستكه ومع السكر ومع الفانيليا ومع القشطه او الكريمه فريش، كل ده مع بعض. وعندي هنا البلح اهو خلاص تمام زي الفل، ريحه جوزة الطيب مدياله ريحه جميله جدا تستمتعي بيها. يا حاج حسين، السلام عليكم يا عم حسن. سبركات يا عم اسوان، وتركات اسوان وحركات اسوان يا عم حسين. هو في تركات وحركات بعد حركاتك يا عم حسن. ربنا يخليك يا حاج حسين. ربنا يديك الصحه والله. امين يا رب. منك ابدا يا عم حسن والله. امين يا رب العالمين يا رب. الله يخليك يا عم حسن. تحت امرك يا عم حسن. بعد اذنك يا عم حسن، عايز اسال على عجينه البيتزا بالله. حاضر. احلى بيتزا ايطالي ولا بيتزا بيتي؟ لا البيت يا عم حسن. حاضر. حاجه تاني؟ لا سلامتك يا عم حسن. تحت امرك. سلمنا على كل اللي عندك. بيسلموا عليك كلهم يا حاج حسين، وسلمنا على كل اسوان يا فندم. تحت امرك. عندك اللبن اللي خد المستكه وخد الفانيليا والسكر والقشطه او الجبنه او الكريمه الطهي، بدا يغلي اهو. وعندي هنا الايه؟ الماده الرابطه بتاعتي، الماده الرابطه بتاعت النشا وميه. اول ما يغلي تعالى هنا استوى عندي ده، اروح واخده ده كده ومعبياه جوه الطرط بتاع الكنافه بتاعي بعد ما استوى وبرد. خد بالك التريكات اهو قدامك. وبعد كده يا حسن اوزع الحشو بتاعي فيه، اوزع الحشو بتاعي فيه كده في كل حته عشان تستمتعي كنافه تحت وبلح جوه. ما تنسيش تدعي لي يا حبيبه. حبيبه صباح الفل يا حبيبي الشيف حسن. عاوز اعرف طريقه البيتزا. طريقه ايه؟ البيتزا. حاضر. البيتزا مرتين اهو. حاضر. حاضر هنجاوبها حالا دلوقتي. حاضر. حاضر. حاجه تانية يا حبيبه؟ تحت امرك يا حبيبه. اما الخطوه الثانيه، خد بالك اهو، يبقى ده البلح اهو، لسه فاضل له الكريمه عشان يعمل جراتان. تعالى شوف كده عندك ايه، شوف التفاصيل. اللبن غلي والجوز وعندك النشا دايب خالص، هتنزل سرسوب خفيف، شويه جوز نشا، سرسوب خفيف، واحده واحده كده اهو، 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 واحده 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 واحده، ويربط معاك، ياخد غلوه ونصبه جوه الكنافه. يا ام وائل. الو. صباح الفل يا ام وائل. هلا
سلام، صباح النور. كل سنه وانت طيبه يا ام وائل وكل الف يوم حبايبنا الحلوين. ازيك يا شيخ حسن؟ أمين. صباح الفل. صباح النور، الله يديك الصحه والعافيه. امين جميعا يا ام وائل جميعا، وتعمل الحاجات الحلوه كلها دي. صباح الفل يا ام وائل. لو سمحت عايزه مقادير الكيكه بتاعت قدره قادر. حاضر حاضر، من عندي قبل العند يا ام وائل. حاجه تاني يا فندم؟ انا اتحرمت منك. تحت لولاد بناتي كراسي وكيريا وتوماس وهدرة، واحنا بنبعت لكل ولادك وكل عيلتك احلى اهداء من حضرتك ومن برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. تحت امرك يا فندم. زي ما انت شايف كده، اول حشوه عملناه بالبلح واسيبه يبرد عشان احط الكريمه عليه وادخله ياخد جراتان تحت الشوايه، يبقى زي ما انت شايف كده قدام. وبعد كده عندي هنا النشا بتاعي لازم يكون جامد، اروح جايه متاكده ان هو لسه ما ربطش، اديله سنه ثانيه اهو واحده واحده كده مع المراعاه التقليب واشوف الكثافه بتاعته. واحده 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 كده قدامك اهو يا استاذه ميرنا. ازيك يا شيخ حسن؟ صباح الفل وسلام لكل كفر الشيخ يا ميرنا. عامل ايه؟ كله بون يا حبيبتي، انت عامله انت ايه؟ الحمد لله. تحت امرك يا ميرنا. عاوز اعرف طريقة عمل بيتزا. بيتزا برضو؟ ثلاث أسئلة بيتزا. حاضر، تحت أمرك يا ميرن. تحت أمرك هاو. تعالى بقى بص، أول حاجة لازم يقلب. بص لازم يقلب، أروح جاية قلب أهو تمام، أروح جاية صباه على طول كده جوه الكنافة الباردة اللي أنا سويتها. يا تفاصيلك يا حركاتك يا حاج ياسر، وأسيبها تبرد. أما قرع العسل تالتة، أما قرع العسل تعالى بقى كده، يبقى أنا عملت لك بالبلح وعملت لك بالايه؟ بالقشطه. تعالى بقى هنا عندي زي ما انت شايف قرع العسل اللي استوى قدامك اهو، التفاصيل اهو واحده واحده. وهنا انا معلق على قرع العسل يستوي على نار هاديه انزل ميته. تعالى كده بعد ما استوى وصفيته، بص كده قدامك اهو، بعد ما استوى وصفيته اديله مكسرات، اديله زبيب زي ما انا عايز، واخده واروح فين؟ على الكنافه اللي انا عملتها. بص عندك اهو التفاصيل كده كلها قدامك. اهم حاجه برادي القشطه، برادي البلح، واوريدي عندي القرع العسل اللي انا اديته المكسرات قدامك اهو. عشان اعمل له بقى الكريمه واضيف له الكريمه وابدا اديله جراتان وادخله الفرن بعد ما اديله سكر بودر، ادخل بقى كل ده مع بعضه، كل تفاصيلك اهو. نمينا كل مساحتين، شغل النار. واحدة واحدة كده هو قدامك، دخل المكسرات في قرع العسل المستوي، وبعد كده هنعمل جراتان. خطواتك كده كلها قدامك. تعال نحط بقى قرع العسل في الطرت بتاع الكنافة. السلام عليكم يا عم أسامة. السلام عليكم، ازيك يا شيخ حسن؟ صباح الفل يا عم أسامة. ايوه يا شيخ حسن. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل يا حاج. اول حاجه حضرتك انت زي الفل بصراحه، اكلاتك كلها زي الفل. احنا تحت امركم جميعا يا فندم. الامر لله. كنت عايز اقول لحضرتك بس عايز اعرف طريقه اسمها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه بشاميل. المكرونه بشاميل. حاضر. حاجه تاني؟ لا حضرتك البشاميل بتاعتي معايا بتقطع بس. معايا يا فندم؟ بتقطع مني. يعني احنا ما دام بتعملها بتعمل البشاميل بتبقى سايله كده، عايزه تجالس كده. بص انا اقول لك حضرتك جاي. اول حاجه ثلاث معالق سمنه او زبده، ثلاث معالق دقيق، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، مكعب مرق، ست كوبايات كبار لبن دافي. هتحمص الدقيق مع السمنه او الزبده بعد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح، هتتبله ملح وفلفل ابيض ومكعب مرق، تتاكد ان هو خد لون ذهبي فاتح، تنزل عليه بالست كوبايات اللبن الدافي وتقعد تقلب فيه، هيبقى عندك بشاميل انسيابي كريمي. عايز تدلعه اديله كمان شويه كريمه مكان شويه لبن، يعني تشيل نص كوبايه لبن من السته وتحط نص كوبايه كريمه. اهم حاجه في البشاميل لازم يبقى كريمي وانسيابي عشان يتخلل المكرونه وتستمتع بحاجه جوسي. تحت امرك يا استاذ اسامه. تعالى كده بص، اهم حاجه قرع العسل اهو بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. يبقى الحشوات قدامك اهو كلها التفاصيل. هنعمل ايه يا حسن؟ اكبسها كده اهو واحده واحده واسيب حرف عشان اعمل ايه؟ الكريمه. كده خطواتك كده قدامك، احتار واختار، تعمل كنافه بالقشطه، تعمل كنافه بالبلح، تعمل كنافه بقرع العسل. هنعمل ايه يا حسن؟ تعالى نعمل الكريمه بتاعته. هجيب كريم شانتيه او كريم نباتي سايل. خدي بالك ما ينفعش فريش كريم، ما ينفعش فريش كريم، مش هيدي جراتان.
انا جايب ده كريمه النباتيه السايله متوفره في السوبر ماركت بتتباع بالكيلو، هفكها وهضيف لها باستر كريم وهبدا احط عليها فوق جراتان. يا ام خديجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا استاذتنا يا ام خديجه يا غالي. كل سنه وانت طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا ام خديجه. معلش انا عايز اطلب منك بس تعمل لنا اكلات خفيفه كده للناس اللي عندها قولون. الف الف سلام عليك يا ام خديجه. حاضر من عندي قبل العندي. تحت امرك يا ام خديجه والف سلام عليك. الف الف سلام. ابعدي في القولون عن اي بكليات، وابعدي في الكولون عن اي حاجه سبايسي، ان شاء الله هتبقي زي الفل ان شاء الله والف سلام عليك. انا حطيت الكريمه النباتي السايله دي، يعني موجود كريم شانتيه باودر ده نباتي، وكريمه سايله نباتي ده نفس الكلام. عشان تخفقيها وتطلع معاكي مظبوطه لازم تكون ساقعه بارده، ساقعه بارده، ساقعه بارده. يعني ايه يا عم حسن ساقعه؟ لازم لو كنتش ساقعه مش هتعمل فوليوم، مش هتعلى معاكي، وعلى السرعه العاليه على طول هتطلع معاكي. يبقى انا جهزت الطرت الكنافه، وفي نفس الوقت بدات بعد ما جهزت طرت كنافه وسويته واديته شربات وسبته يبرد، عملت له حشو بالبلح، عملت له حشو بقرع العسل، عملت له حشو بالقشطه، وهوريكي قرع العسل لما ينزل منه ميته، وبعد الكريمه ما تتخفق هنعمل لها باستر كريم ونمكسها ونبدا ندي توبنج عليه من فوق وادخله تحت الشوايه عشان ياخد جراتان. لكن التركات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما عملنا عشاء الموسم امبارح عملنا كشك على بطة أو على الفراخ، عملنا كشك مغروف، وعملنا كمان كشك إيه فتة، وعملنا كمان طاجن اللحمة بالبصل، وعملنا كمان الفتة بلحمة الراس. خدنا كل مشتقات الكشك في الفتة وعملناه بقى، وعملنا شوية بتنجان مع شوية فلفل عشان نلم ولادنا. النهاردة قررنا مع بعض نعمل كنافة طرت جراتان، عملناها بطعم البلح وبطعم القشطة وبطعم قرع العسل. احتاري واختاري بين الافكار اللي احنا بنعملها. انت بتجيب الكنافه وبتسيبها في المطبخ تاخد رطوبه، وبتضربيها في الكبه بتاعتك تنعم، تضيفي لها سكر بودره وسمنه، وتعملي طرت بالشكل اللي انا شكلته لك، وتدخليه الفرن يستوي، بعد ما يخرج تسقسقيه بشربات تقيل بارد وتسيبيه يبرد. تعمليه بقى بالقشطه، تعمليه بالبلح، بقرع العسل، تعمليه بالكراميل، تعمليه بالمانجا، تعمليه بالشوكولاته. احتاري واختاري. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم مع زيادة مفتاح فتح مصر. أنا هنا حطيت الكريمة النباتي زي ما أنت شايفة كده طالعة عاملة إزاي، بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. عشان أعمل لها جراتان، الكريمة نباتي سايلة لازم تبقى ساقعة عشان تطلع معاكي فوليوم عالي كده. أو بتجيبي باودر وتحطي الكوبايتين خمس كوبايات مية متلجة وتذوبي التلج جواها وتضربيها. تعالى نعمل لها بقى الجراتان. بحط عندي الكريمه الباستري وبحط ضعفها من الميه واروح جايه مقلبها كده. خد بالك اهو، يعني ده البشاميل احلى من البشاميل، خد بالك اهو من التريك. وهو بيدوب كده اروح جايبه له ايه الكريمه بتاعتي المخفوقه دي، خطواتك كده كلها قدام، واروح جايه مطعماه بالكريمه دي واحده واحده كده ومقلباهم مع بعض. مدخله الكريمه الباستري مع الكريمه النباتي المخفوقه دي، ونعم نعم 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 نعم، واجيب كيس وابدا اعمل ايه الجراتان بتاعي. خطواتك كده كلها قدام، نعمه الكريمه كلها دخلت في بعض، الكريمه الباستري مع الكريمه النباتي، اروح جايبه كيس وابدا اوزع حاجتي عليها كده اهو. هتشوف دلوقتي التفاصيل كلها قدامك، وتبداي تبديها بسكر بودره وتدخليها فرن تكون مشغله المروحه فقط لا غير. تعالى ناخدها كده ونعبيها ونبدا ندي جراتان. اهم حاجه ما ينفعش تحطي الكريمه على الحاجه تكون سخنه، يعني عملتي بالقشطه، عملتي بالبلح، عملتي بالقرع العسل، لازم يبقى بارد. وبعد كده تبداي تحطي الكريمه وتديها سكر بودره وتبداي تدخليها. هنعمل اول واحد ايه اللي هو متاكد ان هو برد، اللي هو ايه قرع العسل. تعال نجيبه كده وابدا اوزع الكريمه بتاعتي روزيتات خفيفه كده عشان هتسيح في الفرن، خدي بالك وتعمل جراتان.
خفيفة خالص واحدة واحدة، وكلها متساوية عشان اما تسيح تبقى كلها قد بعض ما تنزلش من الطرد. وبعد كده نبدأ نديها سكر بودرة وادخلها فرن درجة حرارة عالية، مشغلة الشواية هتاخد جراتان تطلعيها على طول. يبقى تحت كنافة، الحشو قرع عسل، فوق كريمة ميكس، ودلعي العيال وظبطي العيال في أيام الشتاء الجميلة. الكنافة دي مع الحشوات دي بتدي طاقة غير عادية في أيام الشتاء. يعني احنا مش هنلاقي بعد ما نخرج من الفرن الشكل ده، لا مش هنلاقي الشكل ده يا زملكاوي. يا صلاح الصوي وادي وياسمين هشوف حسن عشان تنسى حبيبي الخير المستمعين، وانت هشوف حسن حبيبي الملايين. ايه ده بقى كل متصليننا وكل اصدقائنا بقى كلهم شعراء كبار يا عم احمد يا زملكاوي، انت والبشمهندس خالد. ايه الشعر ده؟ يا ربنا يخليك يا شيف حسن. ربنا يخليك انت يا حبيبي، انت اللي عسل يا احمد يا زملكاوي. ايه رايك في الكنافه النهارده دي؟ أيانا وحضرتك وكنافة بقايع العسل وكده، أيانا وحضرتك أنا تعلمتها وإن شاء الله هنفذها يوم الجمعة الجاية. إن شاء الله يا حبيبي. التركة المهمة بقى عشان جراتان يا زملكاوي، شوية سكر بودرة كده عشان تدي جراتان. شوية سكر بودرة كده في كل حتة فيها عشان تدي جراتان. فرنك على أعلى درجة حرارة ومشغل الشواية. تعالى أما ندخل أول حاجة عندي الإيه، قرع العسل، وهنتابعه عشان ياخد جراتان. دخلناه الفرن زي ما انت شايف كده قدامك اهو يا جمال، ياخد جراتان نطلعه على طول. تعال نسوي ايه برضو بنفس التكنيك اهو، عندي القشطه وعندي البلح، خطواتك بنفس التكنيك هنغطيه بنفس التكنيك اهو، واحده واحده كده اهو. ادي له رزاسات صغيره متساويه عشان لما تخش الفرن هتسيح، خدي بالك، وتدي جراتان تبقى طبقه واحده، فما تزوديش عشان تبقى طبقه واحده خفيفه تستمتعي بالكنافه تحت، حشو البلح فوق جوه، وفوقها الكريمه الشوبس اللي هي بطعم الكاستر وبطعم الكريمه النباتي. واحده واحده كده اهو، تفاصيلك كلها قدامك اهو. وظبطي ايديكي وانت بتحقني، ظبطي ايديكي عشان تطلع معاكي كل حاجه ستاندر. ونتابع مع بعض التفاصيل بتاعه القرع العسل اللي في الفرن واحده واحده عشان تشوفيها وهي بتسيح. اتفقنا ان دي كريمه لازم بتحس بالحراره بتسيح، انا حاطط سكر بودره ليه؟ عشان ساعه ما تحس بالحراره تعمل الجراتان بتاعي. خطواتك كده كلها قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. اهم حاجه رشه السكر اللي هترشيها، عشان رشه السكر دي اللي بتديكي جراتان. يا عم سيد السلام عليكم يا شيخ. وبركاته يا حاج سيد وكل اهل المنيا يا غالي. من الشرقيه. الشرقيه معلش والله لسه ما فطرتش الحاجه نانسي. لسه ما فطرتش، صايمه النهارده. اهل الشرقيه كلهم بيحترموك يا شيف حسن. ده سلام خاص، امي من الشرقيه الله يرحمها، وجد من الشرقيه، وكل ناسي من الشرقيه، ده شرف ليا. الله يبارك فيك يا شيف حسن. تحت امرك يا حاج سيد، امرني يا غالي. الامر لله يا باشا. كنت عايز اسال بس على طريقه الهريسه الاسكندراني. الهريسه الاسكندراني، حاضر. حاجه تاني؟ لا شكرا. تحت امرك يا حاج سيد، تحت امرك. تعال نكمل مع بعض البلح بنفس الطريقه اهو، وبعد كده نعمل بقى الكراميل، ونعمل المانجا، ونعمل المانجا، ونعمل كمان الشوكولاته. الحشوات دي مختلفه، انا عامل لك فرايتي تشكيله، احتاري واختاري بين اللي انت عايزاه. اهم حاجه اعملي الحاجه اللي تحت امكانياتك عشان ما تكونش مكلفه بالنسبه لك، وفي نفس الوقت تطلع حلوه تعجب عيالك. اعملي كنافه، اعملي الحشو اللي انت عايزاه. اقدر اعمل حشو كاستر، تقدري تعملي حشو كاستر. اقدر اعمل مربى، تقدري تعملي مربى زي ما انت عايزه. التفاصيل كلها قدامك واحده واحده، انا ماشي معاكي خطوه خطوه. اتفقنا ان الاقدميه هنا مش في اي حته، واحده واحده كده. تعالى نعمل القشطه بنفس الطريقه. القشطه بردت وابدا اقطع الكريمه بتاعتي. خطواتك كده كلها فوق القشطه البارده. والقشطه عملناها قشطه ازاي؟ عملناها ايه يا ابو مكه؟ حصل. صباح الفل يا ابو مكه. كل سنه وحضرتك طيب. وكل اهل الغربيه طيبين يا ابو مكه يا غالي. ايه الحلاوه ده يا شيف حسن؟ من اجل اسعادكم جميعا يا ابو مكه. ربنا يخلي حضرتك يا شيف جميعا يا ابو مكه، ربنا يخليك لي يا حبيبي، امرني يا غالي. امر الله. وده يا شيف حسن لو عايز اعمل الكريمه النباتي على ايدي ازاي بس بعد اذنك؟ الكريمه النباتي؟ بعد اذنك بس. هقول حاضر من عندي قبل اللي عندي. هنزل لك مقاديرها واقول لك تعملها ازاي، وتجيب لها المحسن ازاي من العتبه، وتعملها خلطتها ازاي. لا خلطه ولا مواصفات كيميائيه كده يا ابو مك. حاضر يا غالي، لان المحسن ما ينفعش ينضاف كده الا ما لازم تجيب له المحسن بتاعه من الشركات اللي بتبيع في العتبه، وتضيف له بقيه مكوناته عشان ينشط معاك اما تضربه مع بعض.
تحت امرك يا ابو مكه. واحده واحده كده خلصنا دي. اهم حاجه زي ما انت شايف كده قدامك، انا بقطع الكريمه على القشطه الايه، ابص هنا يا جمالك، عايزك تبص هنا يا حاج ياسر كده وتستمتع بقرع العسل وهو في الفرن. بص كده واستمتع بقرع العسل في الفرن وريحته طالعه عليا عشان التركه الحلوه اللي فيها والبهارات والجمال والتركات. بص تفاصيل وتركات وحركات. تعالى خلص القشطه وهرش سكر بودره وادخله فين؟ الفرن التحتاني على اعلى درجه حراره ومشغله الشوايه. خطواتك كده كلها قدامك وتفاصيلك وحركاتك، بس اهم حاجه القشطه اللي تحت دي تكون بردت. خطواتك اهو تكوني صبطيها وبردت، واخده مستكه واخده فانيليا واخده جبنه كريمه طهي او قشطه، كل التفاصيل كده قدامك اهو. نكمل وبعد كده نبدا نعلق على المانجا ونعلق على الشوكولاته ونعلق على الكراميل عشان كل حاجتك تبقى قدامك. يا ابداعك يا ابداعك عم زكريا الله ينور. زي ما انت شايفه كده التفاصيل كلها قدامك. يا خطواتك يا حركاتك يا تكاتك كله، مدير تصويرك وحضرتك وكل ناسك، بسم الله ما شاء الله. تعالى كده اهو نخلص ده ونرش سكر وادخلها الفرن، وبعد كده ابدا اعمل لك الاصناف الثانيه بنفس التكنيك وبنفس التفاصيل وبنفس الحركات وبنفس التكات. اخر واحده اهي، تعالى بقى كده خدي بالك النقطه المهمه، بودره سكر. خطواتك كده كلها قدامك عشان تستمتع، ولو انت جبتيها من اكبر محلات في البلد بسعر قد كده سهل جدا. البلح الرطب موجود، القشطه تعمليها، قرع العسل موجود، تعملي لعيالك وتدلعيهم. تعالى كده يا حجي نشوف الفرن هنا، وابص على هنا متابعه، خليك متابع. تعالى يا جماله وحركاته وتكاته، ندخلها الفرن ونشغل الشوايه والنار عاليه. يا تفاصيلك. تعالى كده الله ينور يا حاج شريف. تعالى بقى نشوف قرع العسل اللي اتفقنا عليه، بص عليه كده بدون ميه بدون اي حاجه، قدامك التفاصيل اهو بدون ميه بدون اي حاجه. حطيت قرع العسل والسكر على نار هاديه، لما نزل ميته رفعت عليه النار، بصي هيستوي في ميته، ما ضفناش ميه، هو دي التريكات، ما ضفناش اي حاجه. قدامك اهو هتحسي بيه ان هو طري زي الملبن، تصفيه وما تستعمليش الشربات بتاعه، ما تستعمليش الشربات بتاعه، خدي بالك من التريك. تعالى نعمل ايه؟ نعمل حشو الكراميل ونعمل حشو المانجا. مين يا استاذي معايا؟ يا عم سعيد. الو السلام عليكم يا حبيبي وكل اهل المحله، مضارب سيرك يا مارادونا. يا سعيد ازيك؟ الحمد لله. صباح الفل يا حبيبي، ازيك؟ نهارك قشطه. امرني عم تعرف عمل الحواوشي. حاضر، حواوشي اللحمه ولا الاسكندراني؟ اللحم. حاضر حاضر. تعال نجيب هنا كوبايه من الحشو بقى بتاع الكراميل، كوبايه باستر كريم سابق التحضير، كوبايه باستر كريم، وعندي كوبايتين لبن. خد بالك من التفاصيل اهو، كوبايتين لبن اجيب عليهم معلقتين من ايه يا حسن؟ من صوص الكراميل. بص التفاصيل، معلقتين من صوص الكراميل، الكراميل ده حرقت نص كوبايه سكر لوحدها، اول ما خدت اللون الذهبي الغامق سحبتها بره النار، اديتها معلقتين كريمه او معلقتين لبن وقلبتهم مع بعض. حطيت انا الاول اللبن وحطيت له الكراميل ودخل كله مع بعض عشان اطلع الحشو بتاعي بطعم الكراميل. خد بالك من التفاصيل اهو قدامك، داب صوص الكراميل مع اللبن، اروح جاي ضايفه كوبايتين اللبن دول على كوبايه البستر كريم سابق التحضير، واروح جاي بسرعه 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 ممكساهم، لان دلوقتي اما هصبهم خدي بالك من التريك اهو هيجمدوا جوه هنا. هو ده اللي انا عايزه، جمديهم هنا كده، وقبل ما يجمدوا خد بالك التريكه بقى الثانيه، بتجيب قطع كراميل كروكاند بالمكسرات وتبقى حشوها جوه، اديها جوه قبل ما تجمد كده. يبقى عملنا تابع الفرن يا مارادونا. واحدة واحدة كده قدامك اهو. تفاصيلك كده كلها قدامك. واحدة واحدة كده. تعالى بقى. حطينا الكراميل كله في كل حتة، تفاصيلك اهو عشان تستمتعي بحشو الكراميل وقطع الكراميل. تعالى نعمل حشو المانجو بنفس الطريقة اهو. زي ما أنت شايف، كوباية باستر كريم سابق التحضير، كوبايتين من عصير المانجا الخفيف،
كوبايتين عصير مانجا خفيف، وزي ما انت شايف كده قدامك اهو، اروح جاي بسرعه 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 ممكساهم، واروح جاي صباهم هنا كده عندك اهو قدامك اهو التفاصيل. وقبل ما يجمدوا، خد بالك اهو التفاصيل قدامك اهو، قبل ما يجمدوا مكعبات مانجا كده في كل حته، ادي مانجا في كل حته كده فيها، عشان يبقى عندك المانجا جواها مانجا، الكراميل جواها كراميل، والشوكولاته جواها شوكولاته، والبلح جواها بلح، وقرع العسل جواها قرع عسل. دلع العيال دلع العيال، واحده واحده كده مع بعض. تعالى طلع الكنافه عشان نعمل الشوكولاته، عشان برضو نديها برضو يا تفاصيلك يا حاج. واحده واحده كده قدامك اهو في كل حته مانجا، عشان لما تيجي تقطعي اي قطعه لاولادك تكون كل حاجه مستوفيه والمانجا جامده عشان هتخش الفرن. تمام، تعالى نعمل الشوكولاته بنفس الطريقه. عندي الطرط بتاعي بتاع الكنافه برد وخد السيرب، بحط كوبايه باستر كريم سبق التحضير زي ما انت شايف كده قدامك، واحط لها كمان معلقه كاكاو، ومكس مع بعض الكاكاو مع الباستر كريم. بيتباع فين ده يا حسن؟ في السوبر ماركت وفي كل محلات بيع حماية الحلواني. بصي دخلوا مع بعض، واروح جايبه كوبايتين من اللبن، وبنفس الطريقه بسرعه 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 دخليهم في بعض عشان تجمد، وتدخليها تصبيها واحده واحده كده. خلاص اتمكست وتاكدت ان كله اتمكس، تعالي كده صبيها هنا. وقبل ما تجمد، خد بالك من التفاصيل اهو، قبل ما تجمد هنعمل ايه؟ هجيب حبوب شوكولاته وازود وازود واقلل واعمل ودلع العيال، عشان عيالك يقولوا لك اعملي لنا بالشوكولاته، اعملي لنا بقرع العسل، اعملي لنا بالمانجو، اعملي لنا بالكراميل، زي ما انت عايز، اعملي لنا بالقشطه، زي ما انت عايز. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. يبقى عندي في الفرن، نبص عليه اول حاجه كده اهو. تعالى شوف الجراتان بقى، تعالى شوف الجراتان والحركات والتكات قدامك اهو. الجراتان قدامك اهو بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. نبص بقى على اللي ايه؟ على اللي في الفرن اللي عندي. تعالى شوف التفاصيل، تعالى شوف الحركات والتكات قدامك اهو. احتاري واختاري، عملت لك ست انواع من الكنافه، تعملي بالشوكولاته بالمانجا بالكراميل، تعملي بالقشطه، تعملي زي ما انت عايز ببلح بقرع العسل، زي ما انت عايز. تفاصيلك قدامك اهو. مين معانا؟ يا استاذه شيماء، ازيك عامل ايه؟ صباح الفل يا استاذه شيماء. ايه الحاجات الحلوه دي؟ من اجل اسعادكم جميعا والله يا استاذه شيماء. فكرني اشوف حسن؟ اموريني فكريني يا حبيبتي. اتقابلنا في الحجه انا وحضرتك. يا شرف ليا شرف ليا. فين؟ في عرفه ولا فين؟ في عرفه من جنة. اهلا. ايوه افتكرتك افتكرتك يا عروستنا يا جميل. ازاي ماما؟ زي الفل طبعا. افتكرتك والله الحمد لله. الله يخليك. افتكرتك حسن. افتكرتك يا غاليه، ده انت غاليه، ربنا يخليكي. سلمينا على ماما يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا حبيبتي. الله يسلمك يا شيخ حسن. ده شرف لينا يا حبيبتي، ده شرف لينا يا حبيبتي، شرف لينا. الله يخليك تحت امرك. سلمينا، تأمريني بحاجه يا عروستنا؟ الله يخليك، بسلم عليك يا شيخ حسن. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. تعالى بقى يا عمي، دخلت ثلاثه، واحده في الفرن ده واثنين هنا، وفاضل ثلاثه، فاضل لهم الكريمه. ادي الكريمه اهي، الباستر كريم، ضعفها لبن، وعلى طول اقلب بسرعه كده، وقبل ما يجمدوا اروح جايب لها الكريمه النباتي السايله او البودر اللي انا ضربتها، واحده واحده كده مع بعض. حاضر، تعالى كده اهو نمكس الكريمه دي مع بعض على طول على طول كده، عشان نبدا نعبيها في اكياس ونحطها فوق الكراميل والمانجا والشوكولاته، واديها سكر بودره واحده واحده كده مع بعض عشان تستوي، وبعد كده نبدا نشوف التفاصيل والحركات والتكات. يبقى الكنافه اول واحد بقرع العسل طلعناه، عندي بالبلح وعندي بالقشطه في الفرن، وعندي هنا بالشوكولاته وعندي بالمانجا وعندي بالكراميل، وتقدري تغيري الحشوات زي ما انت عايزه، وتقدري الكريمه دي تقدري تضيفيها كلها مره واحده من غير كيس بمعلقه زي ما انت عايزه، عايزه تعمليها بكيس زي ما انت عايزه. خطواتك كلها قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها.
بتجيبي كنافة بتسيبيها في المطبخ تاخد رطوبة، تفرتكيها بإيديك تحطيها في الكبة زي ما أنت عايز، اعمليها بودرة، ضيفي لها سكر بودرة، ضيفي لها سمنة، قلبيهم مع بعض، افرديها في الفرن واكبسي كويس، اعملي طارت، دخليها الفرن على درجة حرارة 220 دقيقة، تاخد اللون الذهبي الفاتح، طلعيها سيها شربات وسيبها تبرد، وحشوات دي عليكي زي ما أنت عايز. أهم حاجة تعملي لها التوبنج اللي فوق ده باستري كريم، وبعد كده بتدي لها كريمة نباتية تكون سايلة أو باودر زي ما أنت عايز. كده جهزنا الكريمة وجهزنا الحاجة بتاعتنا، فحاجتنا كلها جاهزة عشان وقتنا نبدأ ندخله الفرن عشان تبقى التفاصيل. أهم حاجة الكريمة تبقى متجانسة زي ما أنت شايفة كده، ما تستعجليش واعملي الكريمة. وزي ما اتفقنا قرع العسل استوى ازاي حسن، تعالى كده شوفوا مع بعض. حطينا قرع العسل على نار هادية مع السكر وسبناه ينزل ميته، أول ما نزل ميته رفعت عليه النار، بقى عندك أهو هنصفيه وتستعمليه قدامك. بعد ما عملت لك 6 افكار من الكنافه الجراتان بالتريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا امبارح العشاء بتاع الموسم بتاع مولد صلى الله عليه وسلم رسول الله، عملنا ايه؟ عملنا الكشك وطلعنا منه كشك مغروف وكشك فته، وعملناه على بطه او فرخ. ومن طلعنا من المشتقات الفته بتاع الكشك طلعنا كمان فتت ايه المصري على لحمه الراس، خدنا الرز وخدنا الصلصه وخدنا العيش المحمص، وادينا لهم شوربه بتاعتنا بتاعت لحمه الراس، وادينا لهم طشه مع الصلصه، مع قلبنا لحمه الراس في الصلصه بتركات وحركات شيف حسن، وعملنا طاجن لحمه بالبصل متغطي بعجينه الملح، وعملنا كمان شويه بتنجان وشويه فلفل. قررنا النهارده نعمل شويه كنافات، الكنافات ديت حشوناها حشوات تقدر تدي لاولادك طاقه وتديهم تحضر ذهنهم. عملنا بطعم قرع العسل بالبلح بالقشطه، وعملنا الكراميل وعملنا المانجا وعملنا الشوكولاته. افكرك عملت ايه؟ جبت كنافه وسبتها في المطبخ ساعه ساعتين تاخد رطوبه، فرتكتها بايديا او ضربتها في الكبه بتاعتي، نعمتها، اديتها سكر بودره واديتها سمنه، وفردتها في الفورمه بتاعتي، عملتها شكل طرد ودخلتها الفرن على درجه حراره 220 دقيقه. بعد ما خدت اللون الذهبي الفاتح طلعتها سقيتها بشربات تقيل بارد وسبتها تبرد. بعد كده بجيب قرع العسل زي ما انت شايفه، حطيت قرع العسل مع سكر قد بعض على نار هاديه، نزل ميته ورفعت النار لحد ما بقى كده بالشكل ده، اصفيه واضيف له مكسرات، اضيف له زبيب وافرده، وبعد كده اديله الكريمه من فوق. اما البلح اديته زبده واديته بلح رطب مخلي ومتقشر ومنشال النوى منه، واديته زبيب ومكسرات وجوزه الطيب سويته وحطيته فيه. اما القشطه حطيت لبن كوبايتين ونص من اللبن، حطيت عليهم مستكه، حطيت عليهم فانيليا، حطيت سكر، حطيت قشطه بلدي او كريمه طهي، غليوا ربطتهم بالنشا وصبيتهم عنده. وبعد كده يا عم حسن يبقى انا عملت لك قرع العسل وعملت لك البلح وعملت لك كمان القشطه. بالنسبه بقى للكراميل وبالنسبه للمانجو وبالنسبه للشوكولا، جبت كريمه باستري سابقه التحضير كوبايه، واديتها كوبايتين مع معلقه من صوص الكراميل، وقلبتهم وصبتهم على طول وحطيت عليها كروكاندي من فوق. المانجا نفس الكلام، جبت كوبايه من الباستري كريم سابقه التحضير واديته كمان كوبايتين عصير مانجا خفيف، وقلبتهم وصبتهم وحطيت عليهم مانجا قطعه جامده. واما الشوكولاته جبت كوبايه باستري كريم سابقه التحضير مع معلقه كاكاو، ورحت ضايفه عليها كوبايتين من اللبن وقلبتهم واديتهم قطع شوكولاته زي ما انت شايف. وعملت الكريمه كريمه باستري وكريمه نباتي مخفوقه في الاثناء، تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم عشان نبدا مع بعض. واحنا بنفنش الثلاث انواع دول هنعمل البيتزا البيتي، صوري واكتبي ادي اول حاجه البيتزا البيتي عشان تعمليها بتفاصيلها وحركاتها وتكتها. بنحط 5 كوبايات من دي جميع الاستعمالات نمره 1، معلقه كبيره خميره فوريه قدامكم، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه سكر، نص معلقه ملح، كوبايه زبادي، معلقتين زيت، وبعد كده نص كميه الدقيق ميه، وبعد كده تعجنيها وتسيبيها تستريح نص ساعه متغطيه. التركه المهمه في البيتزا البيتي ان تتعجن صح، بعد ما تتعجن صح بتعملي ايه؟ بتسيبيها تستريح، وبعد كده تفرديها في صينيه مدهونه زيت بسمك نص سنتي وتخمريها. بعد ما تخمريها بتعملي ايه؟ بتروحي جايبه صلصه وكاتشب وهوت صوص. مش هنعمل بقى صلصه ايطالي،
هنعمل صلصه عاديه ونديها كاتشب وشويه صلصه حاره ونفردها عليها، وبعد كده بنحط جبنه موتزاريلا والحشو اللي انت عايزاه وشويه جبنه موتزاريلا وشويه زيتون الوان وشويه فلفل الوان وطماطم، ودقها في الفرن على درجه حراره 200 و250 لمده 25 دقيقه. يا عم احمد. ايوه يا عم الشيف حسن، يسلم ايديك يا عم الشيف. صباح الفل يا عم احمد. احنا في الاقصر مشتاقين يا عم للحاجات الحلوه دي. احلى بلد في الدنيا واحلى ناس في الدنيا. والله بتشوقنا للحاجات الحلوه دي. سلم ايديك. ربنا يخليك يا عم احمد، سلمني على كل اهل الاقصر، شارع شارع وحي حي وحاره حاره. تسلم والله يا حاج. ربنا يخليك يا عم احمد. والنبي يا شيف حسن، عايز اعرف الممبار ممكن يتعمل بالفريك؟ يتعمل بالفريك، بس خد له نص سوا الفريك، سويه نص سوا وبعد كده احشي بيه بالخلطه نفسها وبعدين كمل سواه في الغليان. الله الله، تحت امرك يا عم احمد. طيب في خضار عندنا يا بيه اللي هو السبانخ، في عندنا ابن عمها اسمه القرطم. ايوه القرطم. ايوه عارف الأقصر؟ عارفه طبعا، عارفه طبعا، انا كنت عايش في الأقصر. الله 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 على جماله. احسن ناس. اعمل لك القرطم بالويكه، بيبقى جميل طبعا. اعمل لك القرطم بالويكه طبعا، بشويه الباميه الناشفه. حاضر 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 حاضر. على اللي عندك كلهم بيسلموا عليك كلهم، يسلمنا على كل اهل الأقصر. تحت امرك يا حاج احمد، تحت امرك يا حبيبي. احلى ايام في الدنيا كلها قضيتها عندك يا عم احمد. تعالى بعد كده نخلص دي وندخلها الفرن تاخد سواها، بعد ما ارش لها شويه سكر بودره كده، ارشها شويه سكر بودره كده بتركتك كده اهو. تعالى ندخلها الفرن واشغل الشوايه على نار عاليه واتابعها عشان ما يجرى لهاش حاجه. يا استاذه ناديه. ايوه. صباح الفل يا هانم. ايوه ربنا يخليك. احنا تحت امرك يا هانم. حسن. صباح الفل يا استاذه ناديه. انت متعه. ربنا يخليك يا فندم. ممتع 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 للغايه. هو ده هدفنا يا فندم. هو ده هو ده سكاتك. هو ده هدفنا، ان انت تستمتعي وتفهمي واحنا بنعمل حاجه، مش تكتبي، لا تستمتعي الاول بالعرض وتفهمي المعلومه وبعد كده تقومي تعمليها. تحت امرك يا استاذه ناديه، وسلمينا. اتعلمنا منك كتير، شكرا لحضرتك. سلمينا على كل اهل البحيره يا استاذه ناديه. تسلم لي، تسلم لنا والله. تحت امرك يا غالي. تسلمينا ايديك والله. ربنا. ما شاء الله على الكنافه، اتجنن بصراحه. وعملت لك بصي تشكيله من 6 انواع، اختاري واختاري، شوفي بتحبي ايه او ايه تحت ايديكي واعمليه. والنهارده تعملي حاجه للعيال، ها يا استاذه؟ ايديك ان شاء الله. ميرسي يا استاذه ناديه، سلمينا على اهل البحيره كلهم، شارع شارع وحاره حاره وبيت بيت وشقه شقه. ميرسي لحضرتك. تحت امرك يا استاذه ناديه. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل، قدامك اهو، ياخد سكر بودره، ياخد جراتان، طلعه قطعه وقدمه لاولادك، قدمه لضيوفك، فكره خديها لحماتك وانت رايحه لها عشان تصلحيها زي ما انت عايزه. اعملي خطواتك كده كلها قدامك، اهم حاجه ان هو بعد ما هيخش الفرن كل ده هيسيح في بعضه. خدي بالك تقدري تعمليه بمعلقه، ما عندكيش كيس ده، وزع الكريمه دي بمعلقه، انا بسهل لك كل الامور. شوفي امكانياتك، خدي الفكره ووظفيها لامكانياتك الفنيه وامكانياتك الماديه، ما تستعجليش، واحده واحده كده مع بعض. اخر حاجه اهو عندنا ايه تاني يا استاذه نانسي في الاسئله؟ قلنا البيتزا، عندنا كمان عشان ما حدش يزعل قدره قادر، وكمان عندك كمان الحواوشي عشان ما حدش يزعل منه. عندك القدره قادر، عشان نعمل قدره قادر بنعمل لها حاجتين، كريم كراميل، وبنعملها سكر محروق، وبنعملها كيكه دسمه بطعم الشوكولاته. هنقول ايه؟ بجيب عندي كوبايه سكر، معلقتين ميه بحرقهم، بعملهم لون ذهبي غامق للكراميل، وبعد كده يا عم حسن بعمل ايه؟ بصبهم واسيبهم يبردوا على ما اعمل ايه؟ الكراميل. الكراميل بتاعي 5 كوبايات لبن، احطهم على النار يدفوا، في وعاء اخر بحط كوبايه سكر، 4 بيض كامل، 4 اصفر بيض، شويه فانيليا، واخد كبشه من اللبن ادوب بيها كوبايه السكر وال4 بيض الكامل و4 اصفر بيض وذره الفانيليا. اول ما يغلي اللبن كويس انزل عليه بسرسوب خفيف واسويه، وبعد كده اصفيه واصبه فين؟ في الفورمه بتاعتي بتاعه اللي فيها الكراميل. بعد كده بعمل الكيكه بتاعتي. الكيكه بتاعتي عباره عن 5 بيضات، نص كوبايه سكر، ذره فانيليا وذره ملح، بحط لها نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت ذره، 2 كوبايتين
من الدقيق، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه من الكاكاو، بقلب كل ده مع بعضه واحطه زي ما انت شايفه. الكثافه هتشتغل، يعني ايه الكثافه؟ السائل اللي هو الكريم هيبقى ينزل تحت، اما الكيكه هتطلع فوق. وتدخليه في حمام ميه على درجه حراره 180 لمده ساعه، تحطي فيه سكينه صغيره طلعت بدون اي سائل يبقى استوى، تسيبيه يبرد في المطبخ. بعد ما يبرد في المطبخ تدخليه فين؟ تدخليه جوه التلاجه ياخد تجميد لمده ساعتين، بعد كده تقلبيه وتقدميه بالهنا والشفا. ده تفاصيلك. تعالى بقى ندي سكر بودره واحده واحده كده قدامك، خطواتك اهو. واتفقنا ان الكريمه دي هتسيح، مش هتبقى بالشكل ده. اما الحواوشي بقى المصري، حضرتك بتجيبي عيش البلدي يكون مستوي 50% 75%. عندك بقى، تعالي الاول ندخل ده الفرن عشان يستوي، ونقول الحواوشي بتفاصيله عشان وقتنا نقدر نستفيد بكل حاجه. يبقى عملت لك الانواع كلها، الست انواع اللي اتفقنا عليها، واحده واحده كده واقفل عليها. قلنا الحواوشي جبنا الخبز من الفرن اللي جنبي يكون مستوي 50% ابيض. بعد كده بجيب ورق زبده او من غير ورق زبده، تقدر تسوي في طاسه، تقدر تسوي في الفرن، تقدر تسوي على الشوايه. لو انت هتدخليه الفرن تلاقي فيه ورق زبده، لكن على الطاسه او على الشوايه مش محتاج اي حاجه. هدهنه ماده دهنيه، بجيب عندي اللحمه بتاعتي، اهم حاجه اللحمه تكون فيها سمين، وتزوديها ليا وتديها بصل وتديها فلفل حار اللي بيحب الحار، وملح وفلفل وبهار وشويه جوزه الطيب، وتخدميهم مع بعض وتحشي بيها كتير قليل، انت اللي بتعملي حسب ما انت عايز. اهم حاجه تبصميها على الطاسه سخنه تيفلون على النار على كل وش 7 دقائق، وتقدميها فورا مع شويه بطاطس وشويه مخلل للعيال او شويه زيتون عشان يطلع لك احلى طبعا حواوشي مصري بتركاته وحركاته. اما لحمه بعجين ده حاجه ثانيه خالص. لحمه بعجين بنعمل الخلطه، اذا كانت بطاطس، اذا كانت لحمه بارده، اذا كانت فراخ، اذا كانت لحمه، اذا كانت جمبري، اذا كانت فواكه بحر، وبنعملها عجينه، وبنعمل طبقه من العجينه وبنحط الحشو ونعمل طبقه ثاني وندخل الفرن يستوي ان شاء الله قريبا اعملها لك. اما الهريسه الاسكندراني زي ما انت شايفه كده قدامك، مقاديرنا سهله جدا. قولي يا حاج ياس، زي ما انت شايفه اكتبي مقاديرك اهوت وصوريها. اول حاجه بجيب 3 كوبايات كبار دقيق سميط، وبعد كده بحط لهم 3/4 كوبايه من الدقيق الابيض، وبعد كده 1.25 كوباية من جوز الهند يكون ناعم، وبعد كده بسيح 0.5 كوباية سمنه، ومع 3/4 كوبايه من اللبن الدافي، و0.25 كوباية عسل الجلوكوز. السمنه واللبن وعسل الجلوكوز اضفيهم على النار واسيحهم، بعد كده بعجن بيهم العجينه اللي فيها دقيق سميط والدقيق الابيض وجوز الهند واقلبهم مع بعض. صينيه تكون اهم حاجه مدهونه ماده دهنيه متبطنه بالسميط، بفردها وبسويها بايدي تكون مبلوله ميه، واسويها في فرن على درجه حراره 180 وهي خارجه، يكون عندي عسل تقيل دافي، بسقيها بالعسل التقيل الدافي بكل تريكات وحركات الشيف حسن. النهارده عملنا ايه؟ عملنا النهارده الكنافه جراتان تارت، عملنا 6 افكار. الفكره واحده خالص، بتجيب الكنافه وتسيبها في المطبخ تاخد رطوبه، تفرتكيها بايديكي او في الكبه بتاعتك، بعد كده تضيفي لها سكر بودره وسمنه وتخلطيها كويس قوي مع بعض، بتفرديها في صينيه اللي عندك بتاع البطاطس او في الطرط اللي انا عاملها دي، او في بايركس تقدري تعمليها في بايركس. وظفي العده اللي عندك للفكره، عندك بايركس، عندك صينيه بطاطس، عندك طرط زي ما انت دي، اعملي الفكره، اهم حاجه طلعي حاجه حلوه، وبعد كده تضغطي عليها كويس قوي تتماسك، دخليها الفرن على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه وهي خارجه تكوني مجهزه شربات تقيل بارد. ايه الشربات التقيل البارد ده يا عم حسن؟ 2 كوباية سكر مع 2 كوباية ميه تدوبيها بره النار كويس قوي، تمسح الحروف بمنديل مبلول ميه او بفرشه، ترفعها على نار عاليه لحد ما تغلي. بعد ما تغلي 5 دقائق بتضيف لها 1/2 عصير ليمونه وتسيبيها 20 دقيقه، بعد كده تسيبيه يبرد. يبقى عندك ده للكنافه، للبقلاوه، للمقالي كلها، بلح الشام والزلابيا واصابع زينب، كل المقالي بتستعملي الشربات ده. بعد الكنافه ما خدت اللون الذهبي الفاتح اسقسق لها شويه من الشربات دي واسيبها تبرد، واعمل حشوات بقى بقرع العسل، بالقشطه، بالبلح، بالكراميل، بالمانجو، بالشوكولا، احتاري واختاري. وتقدري كمان تعملي بالكاستر، وتقدري كمان تعملي بك ايه بالمربى، لكن التركات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا عشاء الموسم امبارح،
عملنا كشك على بطة أو على فرخة، عملنا كشك مغروف وعملنا فتة وعملنا بطة حمرناها، وبعد كده عملنا كمان فتة مصرية على لحمة راس وحمصناها مع صلصة، وعملنا طاجن لحمة بالبصل بعجينة الملح، وعملنا شوية بتنجان مخلل مع فلفل مخلل. النهاردة قررنا مع بعض نعمل 6 أفكار من الكنافة عشان تستمتعي بيها في ايام الشتاء الجميله. عملنا جبنه كنافه فرتكناها كويس قوي بعد ما سيبناها في المطبخ لمده 2 ساعة تاخد رطوبه، فعلى ايديا فرتكها او تحطيها في الكبه بتاعتك. بعد كده بضيف لها سمنه، بضيف لها سكر بودره واقلبها، وبعملها في اي فورمه، فورمه طرد، بايركس، صينيه البطاطس، اعمليها واضغطي عليها كويس ودخليها الفرن على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه، وهي خارجه تديها معلقتين من الشربات تقيل البري وتسيبها تبرد. بعد كده عملنا حشو قرع عسل، جبنا قرع عسل ادينا له سكر، شغاله نار هاديه، نزلت منه الميه، رفعت النار عليها استوت، صفيتها، ضفت لها مكسرات وقلبتها وحطيتها في الكنافه. البلح اديته زبده، واديته بلح اسمر، واديته زبيب، واديته كمان مكسرات، واديته كمان جوز الطيب، قلبته كويس وصبيته مع بعض. اما القشطه حطيتها ايه يا عم حسن؟ حطيت لبن على النار يغلي، طعمته مستكه، اديته فانيليا، اديته سكر، واديته كريم الطبخ او اديته قشطه بلدي. اول ما غلي ربطته بمعلقتين نشا وصبيته، سبته يبرد. اما الشوكولاته عملتها ازاي؟ جبت كوبايه باستر كريم سبقت التحضير مع معلقه كاكاو، ونزلت قلبتهم مع بعض، ونزلت عليهم بسرعه بكوبايتين من اللبن، وصبتهم وسبتهم يجمدوا، وحطيت لهم قطع شوكولاته. المانجا عملتها ازاي يا حسن؟ بنفس التريك هي، حطيت كوبايه باستر كريم سبقت التحضير مع كوبايتين كبار من عصير المانجا الخفيف، قلبتهم بسرعه وصبتهم، وبعد كده اديتهم مكعبات مانجا. اما الكراميل جبت كوبايتين من اللبن، دوبت فيهم معلقتين من صوص الكراميل، جبت كوبايه باستر كريم قلبتها بسرعه وصبتها وحطيت عليها كروكاند، والكل خد شوبست كريم. يعني ايه شوبست كريم؟ يعني باستر كريم اللي انا قلبته مع الميه وضفت عليهم الكريمه النباتي اذا كانت سايله او باودر، وخدتهم سكر بودره ودخلتهم الفرن ياخدوا جراتان بعد ما اديتهم سكر بودره. احتاري واختاري بين 6 أفكار تقدري تزودي زي ما انت عايزه. يا ام هاجر سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل يا هاني، نهارك قشطه ان شاء الله. نهارك فل، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وكل اسرتك وكل مشاهدينا طيبين يا هاني. الله يكرمك. الاسبوع اللي فات انا اتصلت بك ووعدتني بعد العشاء بتاع مولد النبي هتعمل لي حاجات لخطوبه بنتي. من من عندي، مش ناسيكي والله، مش ناسيكي. أيوة. من عندي قبل العندي. حاضر حاضر حاضر. يوم الجمعه الجايه. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. حاضر حاضر. اول حاجه هنبدا نعمل مع بعض، هتعملي طبعا ميني بيتزا برد. اول حاجه هتعملي بيتزا برد، هتجيبي الصاج بتاع الفرن بتاعك وهتعملي عجينه البيتزا البيتي اللي هي 5 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه من الملح، معلقه سكر، كوبايه زبادي، معلقتين زيت، وبعد كده نص كميه الدقيق وميه، هتعجنيها وتغطيها تسيبها تستريح. وتجيب الصاج الكبير بتاع الفرن بتاعك تدهنيه زيت وتفردي فيه العجينه بسمك نص سم وتسيبها تخمر. بتجيبي صلصه طماطم مع كاتشب مع صلصه حاره لو بتحبي الهوت صوص وتفرديها عليه. وبعد كده عندك جبنه موتزاريلا، عندك جبنه شيدر، عندك جبنه رومي، عندك طماطم جامده تقطعيها شرايح، فلفل تقطعيه شرايح، زيتون، تحطي لحمه بارده، تحطي تونه، تحطي اي حشو وتحط عليها جبنه وتدخليها الفرن تستوي على درجه حراره 250، بعد ما تستوي وتبرد تقطعيها بالقطاعه مدور او تقطعيها مربعات او مثلثات وتقدميها في خطوبه بنتك. وعندك كمان الباتون ساليه، وعندك السيريزونات كلها اللي احنا عملناها لك، وتقدري تعملي كمان ميني فينجر ساندوتش، بتجيب السندوتشات الصغيره البتيبان الصغيره خالص تفتحيها وتبطنيها بزبده او مايونيز وتحطي فيها جبن، تحطي فيها لحمه بارده زي ما انت عايزه، وتقدري تعملي اوبن فيل ساندوتش. اوبن فيل ساندوتش يعني ايه يا عم حسن؟ بتجيب العيش الفرنساوي الباجيت وتقطعيه بزاويه وبتديله زبده بتوم وتحمصيه وتخرجيه، بعد كده بتديله سلايس طماطم وعليه شويه جبنه وشويه زيتون وشويه زعتر وتدخليه الفرن تاني ياخد جراتان. افكار كتيره جدا للخطوبات، كتيره كتيره، محتاج اشهر عشان اعملها لك، لكن السهل جدا تعملي ميني بيتزا، ميني ساندوتش، وتعملي كمان جنبهم شويه حلويات شرقيه خفيفه فنجر صغير خالص، وتعملي شويه سيليزون وشويه باتيبان، وتعملي الكيكه الكبيره، وبنقول لك الف 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 مبروك. يا استاذه داليا. استاذه داليا ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا هانم. انا بحبك جدا والله يا شيف حسن. ده شرف وتاج فوق دماغي من فوق يا استاذه داليا. والله انا بص ما كنتش بفوت لك اي حلقه خالص، لازم انا اتفرج عليها. ده شرف لينا، وان شاء الله تكونوا مستفيده من برنامجنا يا فندم. لا جدا والله، وتعلمت حاجات كتيره جدا منك. الحمد لله، احنا تحت امرك كله يا فندم، احنا تحت امر حضرتك، اموريني يا استاذ. ربنا يخليك يا شيف حسن. انا كنت عايزه اسال بس على البط بالبرتقال. حاضر، حاجه تاني غير البط بالبرتقال؟ ربنا يخليك وربنا يبارك لك ويخلي لك ولادك يا رب.
امين. البط بالبرطمان بتاعنا بجيب البطايه 3 كيلو 3 كيلو ونص حسب امكانيات، بعمل لها دوفروست. يعني ايه بعمل لها دوفروست؟ بطلعها من الفريزر احطها في ثلاجه في طبق كبير، ما اعملش دوفروست على الحوض. خدي بالك نقطه مهمه جدا، للفراخ والطيور كلها والبط والحمام ما يتعملش دوفروست على الحوض، في مشكله كبيره في البكتيريا بتاعته. لازم تحل التجميد بتاعه في الثلاجه، تجيب حوض كبير صاج كبير وتحطيه وتغطيه وتسيبه يحل. بعد كده بتنضفيه كويس قوي بره وجوه، ملح خشن فلفل خشن دقيق خل، تدعكيه مره واثنين وثلاثه من بره ومن جوه، تشطفيه مره واثنين وثلاثه كويس قوي، وبعد كده بتصفيه. وبعد كده بتعمل له ايه؟ بتنقعيه في ميه فيها ملح خشن فيها خل فيها عصير ليمون فيها تلج لمده ساعه، وبعد كده تشطفيه وتنشفيه خالص بمناديل. بعد كده تعالي نعمل الحشو بتاعنا. بوكي جرني بصل وجزر وكرات وكرفس وورق لور وحبان وملح وفلفل وبرتقان بلدي تكوني غسلاه ومقطعاه بالايه بالقشر بتاعه. وبعد كده بتجيبي ميه بصل ميه طماطم عصير برتقان شويه زعتر شويه روزماري، بتتبلي بيها الاول بالكلام ده كله، بتتبلي بيه وتحت الجلد بتاع البط ومن جوه البط، بتتبلي التتبيله دي كلها. بعد كده بتحشيه وتقفليه كويس وتدهنيه شويه زيت مع عصير برتقان، شوايه تكون شديده جدا بتديله صدمه كويس من كل حته. بعد كده بتحطي على صاج بعد ما تديله التشوك بتاعه الصدمه بتاعته على الشوايه او في طاسه او في صاج. بعد كده بتجيبي صاج بتاع الفرن تحطي فيه بصل وجزر وكرات وكرفس ورق لور وحبهان وملح وفلفل وسلايس برتقان وشويه ميه، وتحطيه وتقفلي بالالومنيوم فيل وتدخليه الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بتكشفي الالومنيوم فويل وبتاخدي سائل اللي نازل منه اللي في الصاج تاخديه وتزود عليه معلقتين سمنه ومعلقتين زيت ومعلقتين صلصه ومعلقتين عسل ابيض وتدهني بيه وتسيبيه تحت الشوايه يكمل سواه. وبالهنا والشفاء. يا استاذه الهام، يا استاذه الهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. ازيك يا استاذ حسن؟ كله بون والحمد لله بنفس حضرتك يا استاذه الهام. بعد اذنك يا استاذه الهام وطي التلفزيون واتكلمينا من التليفون عشان اهل اسوان كلهم نبعت لهم احلى تحيه. اتفضلي يا استاذه الهام. احنا بنحبك قوي. ده شرف ليا وتكفؤ دماغي من فوق واحلى ابتسامه واحلى قلب طيب اهل اسوان كلهم. اموريني يا استاذه الهام. لا لا بس بقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وكل اهل اسوان طيبين، شارع شارع حاره حاره بيت بيت شقه شقه، وعيش يا عم ياسر وعيش كل سنه مشاهدينا. We'll be right back.
زي ما انتم شايفين عملنا لك 6 انواع من الكنافه الجراتان، تقدري كمان تزودي على المربى وتزودي كمان على القشطه، وتقدري تزودي تعملي قمر الدين او تقدري تعملي اي نوع، يا قمر الدين البودنج ده تسويه على النار لو فاضل عندك من رمضان وتصبيه وتدي له الكريمه اللي فوق ده مش بشاميل، وتدي له سكر بودره وياخد جراتان. افكار كتيره جدا من الكنافه، قلنا تجيب الكنافه وتسيبها في المطبخ تاخد رطوبه، بعد ما تاخد رطوبه تفرتكيها بايديكي او تضربيها في الكبه، وبعد كده تضيف لها سكر بودره وسمنه وتقلبيها وتعملي في بايركس، تعملي في صينيه البطاطس، تعملي في صينيه طرط زي ما انت عايزه، والحشوات دي بتاعتك انت، اهم حاجه تعملي الديسك بتاع الكنافه ده والحشوات دي راجعه لك، وبعد كده الكريمه فوق بتاعت البشاميل دي كريمه باستري وكريم شانتيه مخفوقين مع بعض سكر بودره عشان ياخد جراتان. بنشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم شيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن من الساعه 1 ل 2:30. هتروحوا فين؟ تريكات حركات اجدميه هنا مش في اي حته تانيه، انتظروني.